لكم على طريقة إشي. هو أنا صراحة عشان أكون صريحة معكم ما أخذتها من راسي ولا تعلمتها من راسي، بنت عمي علمتني عليها. هاي طريقة درة، تمام. هلأ إحنا عشان الشتاء إجا والدرة يعني جوها، فشو بتعملوا؟ بتجيبوا زي هاي الدرة من الدكان اللي بتكون هيك كلها إيش طلعوا أخضر من برا، يعني إنه لسه عليها من برا. ما تشيلوا اللي عليها، حطوا صحن مي صغير وبتحطوها 6 دقائق، 6 دقائق في الميكروويف مع الصحن تاع المي زي هيك. طلعوا تحطوا المي، وبعدين إذا بدكم تعملوا مثلا تنتين بتحطوا صحنين مي، وشو بتحطوا قديش كم من دقيقة؟ بتحطوها 12 دقيقة تمام أو 13 دقيقة حسب أنتوا شو بتحبوا يعني. وبعدين لما تطلعوها من الميكروويف طلعوا شو بتصير. أنا عملتها هلا، حابة أوريكم كيف صارت. تعالوا فرجيكم. طلع كيف بس القشرة، هي سخنة ترى كثير يعني، بس أنا حوريكم بس اللون كيف بصير. لا ما بحب أظنك كثير بتشهي الطريقة عشانها سريعة كمان، وبيضل طعم الدرة فيها. هلا لما نسلقها بحس طعم الدرة بروح، بس هاد الإشي عن جد يعني بيخلي طعم الدرة فيها كثير، عرفتوا؟ يلهوي الريحة ما أسكاها جد زاكي. شوف عن جد زاكي صراحة. هاي الطريقة يعني بحسها أسكى طريقة درة صارت. هدول طبعا منا إيش مشيلهم. يمو سخنة. أنتوا قاعدين تعملوا كرة درة يا ربي من بالمايكروويف. تخيلوا اسمه عن جد سخنة أوفر. بتحطوها وبتروحوا بتلفوا لكم لفه بالبيت، تعملوا لكم شغله لحد ما تجهز. انا صار لي صراحه 3 أيام أو 4 أيام باكلها هيك يعني. انا بجيبهم، صرت اجيبهم من دكان واكلهم هيك، حتى اسكى من العلب يعني صراحه. وشوفوا هلا ايش بنعمل، بنقطعهم يعني بتقطعي. اوكي خلونا نستذوق. يا لهوي تحسوا ما بدكم تحطوا عليها اشي، تحسوا تاكلوها هيك بس بدون لا تحطوا عليها ملح ولا اشي. فوز باسهل طريقة الدرة واسكى طريقة الدرة. زاكي في اشياء كثير قاعدة اتعلمها هاي الفترة مفيدة. تعرف شو بحس؟ بحس بدها زبدة، بس زاكي هيك برضو صراحة. المهم في طبخة تانية إذا بتحبوا بعملها معكم، يعني لسه ما أفطرت حرفيا، طلعت ولحديت الآن ما أفطرت. فشو رأيكم نعمل مع بعض ستيك؟